هو حقيقة لم يأتي السيد السوداني بشيء جديد عما سبقه. نعم. حكومات عاقبت على العراق منذ 2003 وحتى يومنا هذا. ما يحصل هو تكرار في الوجوه، والسياسة هي ذاتها. المتحكم بالقرار العراقي هو ليس ما يسمى بالحكومة العراقية، سواء كانت رئاسة الجمهورية أو نعم. رئاسة الوزراء أو البرلمان العراقي. نعم. وهذه حقيقة يجب أن يعلمها القاصي والداني، إن من يتحكم بالعملية السياسية هم ليسوا سوى الولائيين الذين هم يملون عليهم من الخارج حتى ينصاعوا للأوامر، ولهذا هم يراوحون فيما بينهم ولا أي ضوء أخضر، ضوء يعني واضح في نهاية النفق. نعم. وتبقى العملية السياسية بهذه الشاكلة، لأن أساس زرع، أي زرع أساسه إذا ما كانت الأرض خصبة له، فيقينا مهما يعني كثرت العناية به أو كثرت يعني التوفير له المستلزمات، لن تنتج الأرض إلا شوكا، وهذا ما يحصل اليوم في العراق. اليوم السوداني عندما يريد أن يملي يعني شروطه على يعني على الوزراء، هو يعلم جيدا من أتى به ومن أتى بالوزراء، الوزراء الذين يريد أن يجعل هناك تقييم لأدائهم لمدة 6 أشهر، سواء كانوا على مستوى وزراء أو وكلاء وزراء أو مدراء عامون أو ما شابه ذلك. يعلم جيدا هؤلاء كل الذين ذكرهم في استبيانه أو في استمارته، هم جاءوا ليس نتيجة كفاءتهم وعملهم، وإنما جيء بهم من أجل توزيع الغنائم بين الأحزاب المسيطرة على السلطة. ولهذا هو حقيقة كمن يعني يسير يعني عكس